أكد برنامج الأغذية العالمي أن العمليات الإنسانية في غزة تقترب من الانهيار، حيث شهد الأسبوعان الماضيان دخول أقل كمية من السلع الإنسانية إلى قطاع غزة منذ ديسمبر الماضي، مما يجعل خطر المجاعة حقيقيا للغاية. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكر البرنامج الأممي أن أقل من 100 شاحنة دخلت غزة منذ 6 من شهر مايو الجاري، مع تشغيل المحدود للمعابر الحدودية الجنوبية والتي تعد الشرايين الرئيسية للقطاع. هذا وأشار البرنامج التابع للأمم المتحدة إلى أن جميع المخابز في رفح أغلقت أبوابها، وأن المنطقة العسكرية في رفح الفلسطينية تشكل عقبات أمام الوصول إلى مستودعه الرئيسي.